كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. سايس خو سايس خو لحمد الرياضي بمساهمة حتى شيء. أي نعم حتى شيء حتى شيء لمزي العربي. أعزائي المستمعين، سيدي خويا كرة القدم والعمود الفقهي ولا شيات ناجبك سيدي خويا، وين الماني من المنبر هذا ما نجم نقولكم كان أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أحمد الرياضي. حلقة اليوم سيدي خويا باش نحكيو فيها سيدي خويا على تحب ولا تكره على الغورة. الغورة نحن سيدي خويا غرنا على أفريقيا، نعم بالترجي بالصفاقس بالنجم الساحلي وبالفرق متاعنا الكل. نعم سيدي خويا الكرة الأفريقية عند الفرق التونسية، فهمت مخ بابا سيدي خويا، وانا الماني وانت تفهم في الأمور هذه. يلا اش قولك، ما تعجبكش الدخلة هذه؟ يا غالي يا جميل يا دعوب، يا ودي انا كل ما نلقى فرق تونسيه في المسابقات الافريقيه معناها كما يقولوا فيها في الدومي والفينال نفرح، لانه كل ما فهم رتور وكل ما فهم تتويج يعيطوا لي انا ويقولوا يا مختار يلا اتكلم. يلا يا حميده باش حب نبداو. نبداو سيدي خويا بالمقابلة الأولى متاع الترجي اللي وفات واحد بلاش ضد فريق تي بي مازامبي، فهمت مقابلة وفات واحد بلاش. شنو تشوف انت سيدي خويا، شنو اللي ظهر لك مشى وشنو اللي ظهر لك ما مشاش، فهمت؟ مايدا ما غير ما تتغشش وما غير ما تخوها أمور سياسية، أنا الحاجة الوحيدة اللي ظهرت لي ما مشاتش هو كل فيراج متاع الترجي اللي مسكر، لأنه تحب وتكره قلبي يغذي ويتشش كالحوتة كيفاش الفيراج هذاك يجي في الماتشوات مسكر وأمور أخرى أمورها، وانت فهمني وانا فاهمك وما نحبش ندخل يا حميدة في متاهات أخرى كبيرة. يلا يا حميدة اعطيني الأمور. باي بابا سيدي خويا، نمشي للمقابلة اللي بعد سيدي خويا، مقابلة النادي الصفاقسي اللي لعب البارح مقابلة مع بركان النهضة ولا النهضة ولا البركان تحسيلو. عنا واحد من المسؤولين من النهضة حب يحكي عن المقابلة هذه، تفضل سيدي خويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديالي دا أريد أن أتحدث عن هذه المقابلة، وبالنسبة لي النادي الصفاقسي التونسي لعب مقابلة ممتازة كما تقولوا عنا في المغرب، جميلة جدا ولعب الكرة الممتازة، ولذلك تفوق بنتيجة إيجابية وهي 2-0. وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. هاي يا غالي يا جميل، هكا هو النهضة نهضتنا وهم فكوا هنا. يلا حبيب قلبي نمشي المقابلة الثالثة، مقابلة تطوان مع الزمالك اللي بالنسبة لي أنا واحد بلاش الزمالك رابحة، بالنسبة لي أنا تطوان في الرتور باش يربح بسكور. أنا نتفرج على المقابلة وريت الأمور، اش قولك يا حميدة؟ والله يا سيدي خويا محلاه كلامك. نعم حتى انا تفرجت على المقابلة، فهمت سيدي خويا وشفت النجم الساحلي كان ينجم يسجل بعدك الكورة اللي رماها المساكني والطف الملاعب يضربها بالراس، من المفروض ذيك واحد واحد وتموت المقابلة. اما مثالش حبيبي حبيب الله مستمعينا سيدي خويا، بحول الله باش تلقاو الفرق التونسية الكل موجودين في النهائي، وحسبوني كان ما خلطناش، فهمت؟ يلا يا غراب يا جميل يا مختار يا تليلي شقاولك. غراب يا جميل لحظة برك بالله، يا ويكلم فيها هكا جسمه ذكا سواقمان وشكون اللي عنده باشا مصاري وعنده باشا فلوس، خنهز عليه التليفون نجعلك. غراب يا غالي غرغر وما تعش على الدنيا.
كان سيبان أمو أنا وسواق معنا. ما تستغربش يا غراب تولي من غدوة لابس شركة ب 870 مليون. غرغر يا غالي وبشوية، لأنه التغريرة متاعك هي في أصلها طبيب أموال. غرغر سايس خوك.